السلام عليكم اخواني اخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بألف خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنوريكم الطريقه على الخياطه ديال البنوار اللي درت لكم في الفيديو اللي السابق. دابا غادي نبدا بالجيب، هما الاولين ما حدي باقا ما خيطاش البنوار، كيكون سهل سهل باش نبقى ندورو كما بغيت. اول حاجه كنكفف هذا السورجي اللي درنا هنايا تاع الجيب، كنكفف غير داك القياس تاع السورجي. بسم الله، مع الدوره كاينه في الجيب كنحاول نمشي غير بشويه حتى كندورو كامل. دابا ان شاء الله غادي نلصق الجيب. هانتوما ملي كففت هاد البلاصه تاع الجيب، دابا غادي نلصق الجيب. هانتوما هاد المره ما غاديش يكون الوجه على الوجه، غيكون العكس، الوجه على الداخل هكا باش يبانو من هنايا نفس الثوب الدخلاني، وملي نقلب لهنايا عاوتاني يبان نفس الثوب. هانتوما الوجه على الداخل ديال البينون. غادي نخلي هنا الفوق غير شويه وغنشد في هنايا في التحت، لاحقيت اش هاد البلاصه هي اللي عندي بها الغرض تكون غارقه، هي اللي فين كنخشيو التليفون مشوار يدينا اي حاجه، كنديروا هاد البلاصه التحتانيه هي اللي كنديروها غارقه بزاف، كنديروا فيها الثوب كثير. اللي غادي تعرف تمشي بوحدها هكا تمشي عادي، اللي ما غاديش تعرف تلصق الجيب هكا بالفنيت كاملين، دور به بالفنيت عاد باش تخيطو. ثم كندور عليه على هذه الطريقه هذه، وكنشد من هنايا باش ما يفلتش ليا العبار، كنقاد عاد باش كنخيط، كنمشي غير مع السورجي. نحاول ندور مع الجيب بشويه بشويه، وانا كنقاد ما نخليهش يعوج ليا من شي بلاصه. لصقت الجيب، شوفو كيفاش كيبان من هنايا، كيبانو بجوج طروفة تاع الوجه. دابا ان شاء الله غادي نخيط القب. بسم الله، غنخيطو حتى هو من برا. كما كنوريكم دائما كنخلي هذاك الشويه اللي لتحت كنخيطو من الداخل باش ما يبانش الديفو لتحت، نعاود عليه هنا. باش يبان من هنا مفيني، انا لقيت الكتاف باش ما نطولش عليكم الفيديو. دابا غادي نجيب القب وغادي نلصقو، غنشوف النص ديال الظهر نعلمو. كنجيب القب كنديرو لتحت كيما وريتكم، ديما الخياطه تاع القب غيكون الوجه ديال الثوب على الوجه ديال الوجه ديال الثوب على الوجه ديال القب، ثم الوجه على الوجه. كنخيط ديما انا القب من النص، كتمشيو غير بشويه مع الخياطه. من الجهة الأخرى دائما الفينيسيون، أي حاجة خيطوها ضروري تفينيوها، ما تبقاوش كتخليو الخيوط حتى الأخر باش ما يبقاش كيبقى
كيبان كتبان الخياطه ما فينيش ما كتكونش زوينه دائما فينيسيون هي الخياطه. دابا حنا لصقنا القب كنعاودو عليه الخياطه من هاد البلاصه هادي باش كيتفينا. كتمشيو مع هاد الخياطه غير بشويه لحتى هي كتكون شويه غليظه. غادي نوريكم غير هذا الشيء اللي مهم، اما بحال الحوايج اللي فايت وريتهم لكم في حوايج وحدين اخرين ما غاديش نطول عليكم. دابا غادي نجيب التكفيفه من التحت ديال البينوار وغادي ندور بها غندور بالبينوار كامل من التحت غنطوي هنايا واحد 3 سنتيم بحال هكا. لحقيتش هذا فيه غير الحزام الا كان كندورو عليه كامل بنفس القياس هكا حتى القب. دابا حنا وصلنا القب حتى هو كنحيدو الا كان شي سورجي ولا شي حاجه ما مفينياش. كنحاول نوريكم كلشي لحقيتاش ضروري كل الخياطه كيكون فيها سورجي خارج اولا شي حاجه ما مفينياش. كتحاولوا تقادوها نتوما بوحدكم ثم غنمشيو بنفس القياس. كنطرو عليه كامل بهاد الطريقة. ثم دابا أنا درت بيه كامل بالخياطة. غادي نلصق لكم دابا الأكمام. دائما كنطوي على جوج كنديرو لوجه لوجه. دابا لقيت الكمامه غادي نهبط بها بالخياطه حتى لتحت كما كنقول لكم ديما غتبقاو كتخيطوا كتعبروا باش ما تفوتش لكم الخياطه. غنوريكم دابا البلاصه تاع الجيب. هانتوما الجيب خيطنا صافي هذا ما كنقيسوش كنوليو كنخيطو غير هذاك هاد البلاصه الفوقانيه ما كنقيسوهاش تاع البينوار كنخيطو الطرف ديال الجيب اللي حنا لصقنا من التحت هو اللي كيتخيط مع الامام مع الخلف عفوا. كيوليو كيتخيطو هادوك ثلاثة الجيب والخلف والأمام ثلاثة كنلاقيوهم.
هانتوما شفتوا ما كيتخيط، فهنا ما كنقصوش صافي. كنفينيو الكمامه كنكفو فيها واحد جوج سنتيم. هنا كيبقى لكم الاختيار واش بغيتو تكفوها عاديه اولا بغيتو ديروا شي دونتيل ولا شي حاجه في الكنوار، على حسب نتوما شنو بغيتو. صافي هذه هي الطريقه باش غادي نخيطوا البينوار ديالنا. ما بغيتش نكملوا كامل باش ما نطولش عليكم لا فيديو. المهم راه بحال كيما درت لهاد الجهه غديروا حتى للجهه الاخرى. صافي هذه هي الخياطه تاع البينوار ديالنا، كنتمنى يعجبكم ان شاء الله. اللي عجبها لا فيديو ما تنسانيش من لي لايك، وما تنساونيش من دعائكم كما كنقول لكم دائما. اللي باقي ما مشتركش معايا في القناه يدخل يشترك معايا. السلام عليكم ورحمه الله.